السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك فين؟ الحمد لله. الحمد لله. معلش يا شيخ، بس سؤال سريع بالنسبة للآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم. ليه إحنا وأرجلكم؟ تمام. ليه حضرتك إحنا بنمسح على الرأس لكن الرجل بنغسلها مش بنمسحها بس؟ يعني هو سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كتب يعني قال وامسحوا، فليه احنا ارجلنا بنغسلها زي كاننا بنعمل لوشنا مثلا؟ هل ربنا قال له امسحوا ارجلكم او قال امسحوا برؤوسكم؟ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. وارجلكم على على الفتح، تمام. معطوفه على على الوجه واليدين المرفقين، خلاص. لكن عموما حتى لو سلمنا بصحه القراءات الاخرى وارجلكم، فالسنه بينت ذلك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فالسنة بيانة الغسل. نعم، شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك حضرتك. شافك الشيخ عبد الرحمن.